صباح الخير او مساء الخير اينما كنتوا. انا اسمي دكتور ماجد المنقبادي، برحب بيكم في قناتنا على اليوتيوب طب وتنمية بشرية، وعلى صفحتنا بنفس الاسم على الفيسبوك. والنهاردة معدنا مع الحلقة 7 من طب ونظافة، وهي حلقة خاصة باخبار حاولت اترجمها لكم واجيبها لكم من كل الصحف والمجلات الاوروبية. اللي حصل ان بعد انتهاء عطلة عيد الفصح في اوروبا، اتخذت الدول الاوروبية قرارات مهمة جدا جدا في ازمة الكورونا، كنوع من التخفيف او زيادة القيود بسبب ازمة الفيروس. وحبدأ من النمسا. النمسا المستشار النمساوي سباستيان كورتس، والراجل ده عمره 34 سنة يا جماعة. والحقيقة ان النمسا دولة اتعاملت باحترافية كويسة قوي في بداية ازمة الكورونا، بالرغم انها على حدود ايطاليا، لكن بمجرد ما ظهرت بعض الحالات في ايطاليا قفلت الحدود مع ايطاليا، قفلت القطارات لايطاليا، لدرجة ان اللي كان يعدي من الحدود بالعربية ولا حاجة كان بامر المستشار وامر الحكومة بتاعته يقسوله الحرارة، ولو حرارته عالية ياخدوه يحللوله. بعد كام يوم كمان كده اتخذ المستشار ده والحكومة بتاعته قرار، وكأول دولة، بأن الكمامة تبقى إجبارية في السوبر ماركت. جوه المحلات المغلقة لابد أنه يلبس المواطن كمامة، طبعا بالإضافة للمسافة القانونية اللي هي متر ونص، لكن لازم يبقى لابس كمامة. يعني اللي داخل سوبر ماركت يدوله كمامة يلبسها طول ما هو جوه السوبر ماركت يتسوق، وهو خارج يرميها في الزبالة. ده كان شرط. ايه القرار بقى اللي خدته حكومة المستشار سباستيان كورتس؟ يوم 14/4 خدت قرار باستئناف العمل وفتح المحلات التجارية بعد اغلاق دام شهر كامل، مع فتح الحدائق العامة والسماح للناس بالجري وركوب العجل فيها، وده ما كانش مسموح به قبل كده، مع مراعاة التجديد جوه المحلات التجارية على ارتداء الاقنعة. زي ما قلنا ده اجباري، وكمان في المواصلات العامة، انت عشان تروح محل تجاري هتركب مواصلات لازم برضو تبقى لابس الكمامة. استمرار القيود الكاملة على التجمعات الكبيرة، ممنوع التجمعات الكبيرة زي الرياضة، الكنائس، الجوامع، المسارح، الأوبرا. ثم حفظ المسافة القانونية، ودي أهم نقطة، زي ما احنا قلنا في أكتر من فيديو قبل كده، متر ونص على الأقل بينك وبين أي شخص، سواء الشخص ده مريض أو حامل العدوى. هي المشكلة اللي ممكن أنا نفسي أكون مريض وأنا ما أعرفش، أو حامل العدوى وأنا ما أعرفش. والنمسا دي برغم أن عندها أكتر من يوم تسجيل الحلقة النهاردة أكتر من 14,000 حالة، إلا أن المستشار أعطى أمل كمان بإمكانية فتح المدارس والمطاعم لو العدد استمر في قلة تضاعفه. يعني هما بيحسبوها إزاي؟ بيحسبوا العدد زمان مثلا بعد أول يوم كان بيتضاعف كل يوم، كل يومين، كل ثلاثة. دلوقتي مثلا في دولة زي ألمانيا بيتضاعف كل 28 يوم. لا، يبقى كده في مسافة. على النقيض، جوه الاتحاد الأوروبي المفكك حاليا على الأقل من الآراء، في فرنسا الرئيس بقى الفرنسي ماكرون مدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحجر الصحي لغاية 11 مايو في كل فرنسا، وقال بصراحة إن العلم والعالم لم يكن جاهزا لمواجهة الأزمة، وقال إن لسه عنده أمل لأن العدد زي ما احنا قلنا مش بيتضاعف بالسرعة اللي كان بيتضاعف بيها قبل كده. وقال يعني كأمل ضعيف إنه ممكن يفتح المدارس على 11 مايو. بعد الحكاية دي هيفكروا بفتح المدارس، لأن طبعا الدنمارك كمان فتحت المدارس. وقال إن السبب في هذا القرار إنه ما يقدرش يحلل كورونا لكل الفرنسيين، ما يقدرش يجيب كل الفرنسيين كده ويقفهم طابور ويحللهم، فيبقى الوقاية. واحنا قلنا قبل كده لو مش فاكرين في الحلقة رقم 5 لما اتكلمنا على الايزوليشن، ان العزل 40 يوم، ودي كلمة جاية من اللغة الفرنسية وهي كارانت. اتمنى اكون فدتكم في النقطة في الحلقة دي من بعض المعلومات. بعد كده بقى عندنا ان شاء الله في نشرة الاخبار اللي جاية عن المانيا، عن المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل عملت ايه في جلسة من الفيديو مع 16 رئيس ولاية، وخدوا قرارات مختلفة خالص عن القرارات اللي انتوا سمعتوها سواء في النمسا او في فرنسا، وحنشرح برضو قرارات الدنمارك.
اتمنى تكون عجبتكم الحلقه، اتمنى اكون فدتكم. طبعا من الناحيه الطبيه مهم جدا نتعلم ان احنا موضوع الكمامه اهميته ان انا بحمي بيه نفسي، اولا بحمي الناس بيه، بحمي الناس من نفسي، وفي نفس الوقت المسافه القانونيه. ولو كل الناس لبسوا كمامه يبقى على عسى يبقى اجمل واجمل. اتمنى انكم الحلقه لو عجبتكم تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا او تشيروا الفيديو، يمكن تفيدوا بيه بهذه الاخبار الصحيحه اللي انا جبتها من مصادر المانيه مترجمه بالحرف من اللغه الالمانيه الى اللغه العربيه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، والى حلقه قادمه ان شاء الله ونشرت اخبار جديده طب ونظافه. ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.